صبري الزفت ده فين؟ مش فاضي مش فاضي مش فاضي ايه؟ رد عليا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما تخافيش ما اضربيه اضربيه. ده طلع ده انت الحسن ده. ايه ده؟ ده بني ادم. ايوه ايوه ايوه. اه ده الله. مش هو كده ولا ايه؟ انت جيت لها في التفاهه ملعبها ده يابا. ايه ده؟ طلع مزوره يابا. ايوه ايوه. اه والنبي ايوه. شوف لنا التانك ده هيكفي ولا انت؟ تانك ايه؟ عايز تاخد مقاسات ايه يا استاذ؟ انا باخد مقاساتي عشان العدسات. عدسات؟ احنا هنكشف نظر حضرتك في ايه؟ يا استاذه سيبيني اركز. احترميه احترميه. هو معلش عنده بس لا ارادي. معلش ده بيقبلني. استنى بقى. ايه يا معلم عايز ايه في ايه؟ ايه حضرتك؟ يا استاذة سيبيني اركز لو سمحتي. ده يبان عبيط بس هو عنده فكرة حلوة. هو مين؟ هو مين؟ انا عايز اعرف مين اللي في ايه؟ في حضرتك؟ انت هتبقي معايا. والله؟ ايوه. هبقى معاك فين؟ في الاعلان. ايه يا جماعة؟ ايه يا ولاد؟ ايه حملة التسلخات دي؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ انت هتمثلي معايا. انا همثل؟ اه. ايه ده؟ الحق يا منصف انا همثل. ايوه معايا. انا همثل معاك في ايه ان شاء الله؟ في الاعلان. ايه ده؟ هو انت المخرج اللي اكرم قال لي عليه اللي جاي تعمل اعلان اللقان ده؟ وي. اوكي. طب ومنصف يمثل معايا ليه؟ لا طبعا انا مش عايزه الشكل ده. ما ينفعش يمثل معايا. ليه ان شاء الله؟ لا انا عايزه ظافر عبدين. عايزه ايه؟ ظافر عبدين. انت كبيرك ظافر ميدان عبدين. طافي بقى وكاميرات كتير عشان تجيبك من كل زاويه. بقول لك ايه، الراجل ده شافني. هو عبيط اه بس استشف الموهبه فيا. استشف الموهبه فيك. يا جماعه خلاص خلاص انا رسيت عليكم. انتوا القابل اللي هينور الاعلان. قصدك الكابل اللي هينور الاعلان. في سلك عريان واقف جنبي حضرتك. لا بعد اذنك ما تخليش المولد يوجه لي كلام. كل واحد يخليه في الفولت بتاعه بعد اذنك. مولد؟ والله؟ طب استنى معلش، المولد اصلا مش شغال. نحط الفيشة بقى. ايه ده؟ معقولة فيشة فتحة واحدة يا جماعة؟ في كده برضو. بدل ما انت بتسخري مني من الصبح، سلمي على الراجل قولي له فانكاستنج. سلمي فانكاستنج؟ ما تعرفتيش عليه؟ ده مساعد المخرج الاستاذ لولو. لولو؟ ايوه. ابولو. ابولو هو لولو. انا لولو. اوكي. مساء الخير. اهلا. اهلا. فانكاستنج. وعليكم الفانكاستنج. تلاقيش ده لما تاخدي عليه تحفة. تحفة. أنا مربي منه اتنين والله. لا في هنا دوار بحر شغال معانا مش هينفع كده. اتفضلي يا أستاذة، عايزك تحفظي الدور ده. لا دور إيه؟ دور إيه حضرتك اللي أحفظه؟ وأنا جاية من فترة. لا لا أنا إيه دي، إيه دي؟ معلش معلش، ممكن عشان تفك التوتر نعمل حاجة من وحي خيالك؟ يا ريت يا ريت. آه يعني آه. فكرة نوريك إن إحنا موهوبين. يا ريت والنبي. ها ماشي. إيه يا مدرب؟ أنت بتتعامل معاه إزاي؟ معلش اتعاملي معاه معاملة الجيلي. اسمعي مني سيبي.